بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين كلها أمين. أهلا بكم في برنامجكم إيركياك طيارة التسبيح. احنا دلوقتي وصلنا الحلقة 7 نتكلم فيها عن نغمات وطرق تسبيح شهر كياك. في الحلقة دي بنقول على الإبصاليات بتاعت شهر كياك تحديدا. الإبصاليات بصفة عامة تنقسم لنوعين، إبصاليات أضام وإبصاليات وطس. الإبصاليات الأضام زي اللي بتتقال على الهوسات، الهوس الأول والتاني والتالت والرابع. في شهر كياك تقال الإبصاليات الأضام بنفس لحن الترنيمة المعروفة بتاعة الأنبا أنطونيوس في كنيسة الأبكار، زي مثلا الإبصالية بتاعة الهوس الثاني المعروفة قلبي ولساني. أباهي تنم بالاس هوس اتي اترياس أجي اترياس إلي صوني ماس قلبي ولساني يسبحان الثالوث أيها الثالوث القدوس ارحمنا. دي الطريقة الأضم. الطريقة الواتس بتقال على نفس وزن ونفس لحن العليقة. العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأذية. مثال ليها مثلا الإبصالية اللي بنقولها في عشية يوم السبت على ثيوتوكية السبت اللي هي بتقام مساء السبت في العشية مش في السهرة ليلة الأحد. بنقول أموني تيروخ أوراشي أموني تيروخ أونوف ننشيري تيرون تاني رومي. ده لحن العليقة وهو اللحن الواتس اللي بتقال به الإبصالية الواتس. أما عن طرق التسبيح والسهر في شهر كياك، فأول طريقة هي طريقة السهر للصباح. الطريقة دي الأصل في تسبيحة كياك لأن هي طريقة السهر طول الليل، تشير إلى انتظار البشرية وسط ظلمة الخطية منتظرة إشراقة شمس البر، ودي اللي بتحصل مع بداية إشراق نور الصباح. بيكون شمس البر على المذبح لأن السهرة بتنتهي بصلاة القداس الإلهي وبحضور رب المجد. في طريقة يومية إن إحنا بنقسم المدايح الكياكية بنفس الطريقة ولكن بتقام في تسبيحة مسائية. دي بتتعمل عشان تتيح فرصة لأكبر عدد من الناس يحضروا التسبيحة يتشجعوا يحبوها، وبعدها نلاقي الناس ياخدوا القرار ويضحوا بالنوم علشان يسهروا ويصلوا. والطريقة القديمة اللي كانت تبقى سهرة واحدة ويوم الأحد، ودي قلت خالص دلوقتي ولا تقام إلا في كنايس قليلة جدا. نتمنى إن إحنا نقدر نسهر كل يوم وما نضيعش كنوز التسبيح اللي ممكن نحصل عليها في سهرات كياك. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين كلها أمين.